إن شاء الله راح نتكلم عن أحد الأسباب التي تسبب الأمساك، وهي نوع من أنواع الأسباب اسمه ضعف قولوني عضلي. طبعا كما في المرضى، أغلب المرضى الذين يعني يكونون طرحين الفراش يعانون من هذا الأمساك، وخصوصا يعني المسنين التي يعني أعمارهم من 60 إلى 65 سنة يعانون من هذا النوع من الأمساك، وعادة موجود في يكون ضعف في عضلات القولون، مما يؤدي إلى نوع من أنواع الإرهاق ونوع من أنواع الذبول، وأيضا ممكن تتأثر النفسية بسبب هذا الألم الموجود، مما يؤدي إلى مضاعفات كثيرة عند كبار السن. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.